السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع دلوقتي يا جماعة الموت يفجع الفنان مصطفى هريدي. بصوا يا جماعة، وفاة والد الفنان مصطفى هريدي، ومحدش كان في العزا بتاتا، هو كان قاعد في العزا يا جماعة لوحده، ولا نجوم ولا أي حد حتى من المقربين كان بيعزيه في والده. لا حول ولا قوة إلا بالله. أقول لكم شوية تفاصيل كمان أتكلم معاكم النهاردة. كان هيضيع عينه مرض محمد ممدوح وأهم أسبابه. الفنان محمد ممدوح بيقول إن هو عينيه كانت هتضيع بسبب علاج خده غلط، وكمان دخل عمل جراحة خطيرة في عينه. اقول لكم شوية تفاصيل كمان اتكلم معاكم النهاردة عن محمد هنيدي. بعد ما طلع وقال عملت قسطرة وركبت دعامات، محمد هنيدي يتحدث عن فترة مرضه. كمان اتكلم معاكم النهاردة عن نقل محمود شاهين للمستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية. بعد فرحه بكام يوم تم نقله المستشفى، وطلعت إلهام شاهين طلبت الدعاء من الجمهور لابن أخوها. هقول لكم كل التفاصيل في الفيديو. أتمنى منكم لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناة. بصوا يا جماعة، هبتدي معاكم بأول موضوع. موضوع الموت يفجع الفنان مصطفى هريدي. مفيش حد في العزا ولا حد من نجوم الفن والإعلام حضروا العزا، وصراحة ربنا يعني القاعة كانت فاضية، يعني كام واحد كده يتعدوا على الإيد أو يتعدوا على الصوابع، ومفيش حد تاني بيعزي. أقول لكم شوية تفاصيل. وفاة والد الفنان مصطفى هريدي والجنازة في المهندسين. أعلن الفنان مصطفى هريدي عن وفاة والده من خلال حسابه الرسمي على الفيسبوك، حيث طلب من الجمهور الدعاء له. وكتب مصطفى هريدي: توفيق لرحمة الله تعالى أبويا الغالي الحاج عبد اللطيف هريدي، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. وصلاة الجنازة من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين بعد صلاة الظهر. إنا لله وإنا إليه راجعون. امبارح طلع واعلن الخبر على صفحته الرسميه على الفيس والانستجرام، وطلب الدعاء من الجمهور بعد وفاه والده يا جماعه اللي كان متصاب بسرطان الرئه فتره كبيره، وعمل عمليتين جراحيه، عمل عمليتين يعني، وبعد كده تعب وتم نقله للمستشفى وتوفى. لا حول ولا قوه الا بالله. هناك غياب نجوم الفن في جنازه والد مصطفى هريدي. توفي والد الفنان مصطفى هريدي وشيوع جنازته من مسجد مصطفى محمود. وسط غياب ملحوظ لنجوم الفن جنازه والد مصطفى هريدي، ظهرت علامات الحزن والقلق على وجه الفنان مصطفى هريدي الذي بدا وحيدا في هذه اللحظه الصعبه، محاطا بعدد يعني عدد قليل جدا من الاهل والاصدقاء. يعني هو عشان يا جماعه مش فنان او مش معروف ما يحضروش العزاء. حتى اشرف زكي نقيب المهن التمثيليه اللي هو المفروض اصلا الحاجات دي من اختصاصه ان هو لو في فنان حد توفى يقف معاه كده، ما حضرش. حتى هو طلع واعلن وقال لا ما حدش حضر خالص، ما حدش حتى قال لي انا لله وانا اليه راجعون. حاجه صعبه قوي والله يا جماعه. الموضوع اللي بعد كده، محمد هنيدي. محمد هنيدي بيقول انا عملت عمليه دعامه في القلب وادعوا لي لما اموت. ايه القصه او ايه الموضوع؟ اقول لكم شويه تفاصيل. عملت قسطره وركبت دعامات. تحدث هنيدي عن تفاصيل حياته الشخصية والعملية، وتحديدا فترة مرضه والصور المنتشرة له أثناء خضوعه العملية الجراحية. وقال هنيدي عن الصورة أنه تعرض لوعكة صحية مفاجئة، وقام بعمل قسطرة وتركيب دعامات، واتفق مع الدكتور المعالج على الحضور إلى المستشفى كل سنتين لتوسيع الشرايين. وأحد الأطباء قام بالتقاط صورة وطرحها على السوشيال ميديا، مما تسبب في حالة من القلق لأصدقائه وجمهوره. بعد كده كمان كتب رسالة وبيقول ادعوا لي لما أموت. توجه الفنان محمد هنيدي برسالة مؤثرة لجمهوره، يوصيهم بتذكيره بالخير، وألا يكف عن الدعاء له بعد وفاته. التجربة مختلفة لما عاش قريبا من الله، وسؤال عما يمكن أن يكون لعيلته وهو على فراش الموت فيما يشبه الوصية الأخيرة، فأجاب أوصيهم بتقوى الله وكفى وسادت حالة من الشجن والتأثر لسرع هنيدي إلى التخفيف منها. بصوا يا جماعة، هو كان بيتكلم او منزل بوست وبيقول ادعولي انا عملت قسطره تاني، على فكره ده من فتره كان عامل. فبيقول لهم لما اموت ادعولي، انا تعبان وحالتي صعبه ادعولي. بس ده الكلام اللي كتبه، ده اللي خلى ناس كتير قوي من الجمهور يطلبوا الدعاء ويقولوا هو في ايه، او الفنان محمد هنيدي ماله بالظبط او عنده ايه. لا حول ولا قوه الا بالله. اتمنى منكم تدعوا له دعوه كويسه في التعليقات. الموضوع اللي بعد كده، كان هيضيع عين الفنان محمد ممدوح بيكشف عن سبب مرضه، وكمان ان عينه كانت هتضيع. ايه القصه؟ اقول لكم. بصوا،
تداول نشطاء السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية قصة مرض الفنان محمد ممدوح بصورة كبيرة. تعرض الفنان محمد ممدوح لإصابة في العين، فقام باستخدام علاج عشوائي دون الرجوع للطبيب، مما تسبب في تدهور حالته الصحية. إنه أصيب بالتهابات في العين تسببت في تورمها لدرجة إنها كانت شبه مقفولة. وقال محمد ممدوح إنه قام باستخدام مراهم وعلاجات معروفة بقدرتها على علاج الالتهاب في العين، ولكنها كانت غير مناسبة للحالة الذي كان يعاني منها، مما تسببت في زيادة الالتهاب وتورم العين. وما تعرض له الفنان محمد ممدوح كانت نتيجة عدم إدراك تعدد أسباب التهاب العين واختلاف علاج كل منها. بصوا يا جماعة، هو كان عنده مشكلة في عينه، كان عنده حاجة اسمها التهاب في العين، فمن غير ما يروح لدكتور ولا يستشير طبيب، كان عنده شوية علاج تخص العين، شوية أدوية تخص العين، مراهم وكده، فحط منها. لما حط منها الورم زاد، يعني عينه دي كانت قد كده ومقفولة، الورم زاد بطريقة صعبة، فاضطر ان هو يروح لدكتور. وطلع طبعا طلب الدعاء من الجمهور، لان الدكتور قال له انت على فكرة بسبب ان انت استخدمت أدوية غير معروفة وغير يعني ما تنفعش لحالتك، بيقول ان هو كان لا حول ولا قوة الا بالله كان ممكن يفقد عينه اليمين، بسبب ان الواحد ممكن بقى يبقى فقيق ويقول لك لا انا هروح، انا اللي هخش اخد علاج لنفسي، عندي علاج بقى له 3 ايام هاخده. لا يا جماعة، كل ده وليه دواء، لا حول ولا قوة الا بالله. اتمنى منكم تدعوا دعوة كويسة في التعليقات. الموضوع اللي بعد كده، بعد كام يوم من فرحه نقل محمود شاهين المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية. مين محمود شاهين؟ محمود شاهين ابن أخو الفنانة إلهام شاهين، بتقول ده ابني، أنا ما خلفتش أولاد وده ابني. نشر مدير التصوير محمود شاهين تعليق مسحوب بصورة وهو على فراش إحدى المستشفيات بعدما تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات القليلة الماضية، ويأتي ذلك عقب أيام من احتفاله بزفافه. احتفل هو في 7 سبتمبر الماضي مدير التصوير محمود شاهين بحفل زفافه على مها جبريل في أجواء أسطورية داخل فيلا الفنانة إلهام شاهين، والذي خطف الأنظار وتصدر مؤشر محرك البحث جوجل على موقع التواصل الاجتماعي. يعني من قيمة كام يوم كان فرحه لا حول ولا قوة إلا بالله، وامبارح تم نقله المستشفى ونزلوا صورة ليه وهو حالته صعبة جدا، وانهارت طبعا الفنانة إلهام شاهين اللي بقول لكم بتقول ده ابني اللي أنا ما خلفتوش. بعد نقل المستشفى انهارت انهيار تام، وقالت ادعوا له لأن أنا في حالة صعبة بسبب ابني في المستشفى. فطبعا عدد كبير طلع وقال هي خلفت امتى؟ ده ابن أخوها يا جماعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أتمنى منكم لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناة. بالله عليكم ادعوا لي يا جماعة، أنا واقفة ودرجة حرارتي جسمي سخن جدا، وهنا زوري مقفول وتعبانه قوي، مش قادره ومش شايفه قدامي وحياه ربنا. يعني انا هقفل معاكم واروح المستشفى. اتمنى منكم تدعوا لي دعوه كويسه في التعليقات.